ايه يا حبيبتي، شكلك مش مبسوطة ليه؟ انا مش مبسوطه يا يحيى، لانك بتعمل كل حاجه عشان تبسطني في المقابل انا مش قادره اعمل حاجه. يا نور، انت عارفة كفاية وجودك في حياتي. يحيى انا مشكلتي انه نفسي اعمل حاجه تبسطك، نفسي افاجئك وخايفه. طب انا هقول لك على حاجه حلوه، انت فاجئيني وقولي لي بحبك وانا هعمل نفسي متفاجئ. والله 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 كلمة بحبك متوصفش حاجة من اللي جوايا. يحيى أنا خايفة عليك، خايفة عليك وفي نفس الوقت فخورة بيك. بس كده بقى احلى قفله لليوم الصعب ده. أنا بحبك يحيى. بان عليك العجز في الفترة الأخيرة يا يوسف. لو تقصد السن فالعمر اللي بيعدي عليا بيعدي عليك، ولو تقصد إن شريف كبر وإني ما بقيتش قادر عليه في دي ممكن يكون عندك حق. بس خلي بالك بقى، أنا مش هسمح إن الزمن يعيد نفسه تاني وابنك ياخد كل حاجة زي ما أنت عملت زمان. أنا دفعت تمن كل جنيه أخدته وأنت أدرى الناس. بس أنت ما خسرتش حاجة، أنا اللي خسرت كل حاجة، ودلوقتي أنت وابنك بتحبكوها عشان تكوشوا على الباقي. أنا شخصياً راضي باسمة ربنا، وإن كان على الشريف هو كده كده يعمل اللي في دماغه. عايز نعمل له إيه؟ أقف قدامه وأخسر وأخسر نفسي؟ زي ما أنت مش عاوز تخسر ابنك، أنا مش هخسر بنتي. وزي ما أبويا قال لي، وجع ابني سم في جوف اللي يزيه. هارون يا ملكي، ما فيناش من أذية الولاد. كلامي واضح؟ ايه ده؟ ده انت عايد لنا بقى. لف يا يحيى، عايز اقعد معاك. تعرف يا يحيى ان احنا اخوات، وانا بحبك وبخاف عليك قد ايه، وبعتبرك زي ابني. صح صح، بس انت عارف برضو ان انا ما بحبش المقدمات. يا ريت تخش على المرافعه على طول. نحل القضيه يا اخي. انا مش فاهم في ايه بصراحه. طب ما تقف جنبي يا اخي وتساندني بدل ما تطلب مني ان انا اتنحى عن القضيه. انت ليه عايز تدخل نفسك وتدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها؟ ما انا طول الوقت بواجه المشاكل وانت في ظهري، اشمعنى يعني دلوقتي؟ القضيه دي اكبر مننا وانا خايف عليك. افهم يا يحيى، انا اخوك الكبير وخايف عليك فعلا. لما تبقى عايزني ابقى كبان ما تبقاش خايف عليا يا شاكر. لما تطلب مني ان انا اتنحى عن القضيه علشان شويه ناس فسده عايزين يقتلوني ما تبقاش خايف عليا. لو مش خايف على نفسك خاف على ماما، خاف على مليكه بنت اختك. لو مت يبقى ربيها انت يا شيكو، ما هي بنت اختك برضه. ولو هي ماتت هتقدر تسامح نفسك؟ تضيعت عمرك وضحيت بيه عشان احساسك بالذنب. انت عندك 40 سنه ولغايه دلوقتي ما اتجوزتش عشان ما عرفتش تسامح نفسك. لما أختك وجوزها ماتوا يبقى من حق مليكة
إنها تاخد فرصتها في الدنيا. فكر عشان خاطري، فكر يا يحيى. يا ماما هتقولي لي اتنحى عن القضية انت كمان علشان خايفة عليا؟ انت عايزني اقول لك ايه؟ انا مش عايز اسمع حاجة، انا عايز ارتاح. زمان وانا صحفية صغيرة كان في قضية شغلت الوطن العربي كله. القضية كانت اغتيال عالم ذرة مصري على ايد الجماعات الإسلامية، وبدأت المحاكمة، وبعد 5 جلسة تم اغتيال القاضي في ظروف غامضة. تم إحالة القضية لقضاة كتير ورفضوها، لغاية ما ظهر قاضي طلب إحالة القضية ليه. فضل بايت في المحكمة يجي أكتر من 10 أيام، حتى مراته كانت تيجي وتزوره وتشوفه ضمن الجلسات الرسمية بين الحضور، لغاية ما اكتشفوا إنها مراته فقتلوها. راجل كان رد فعله الصادم، دفن مراته ورجع تاني كمل القضية، وحكم على 4 من المتهمين بالإعدام، على المرشدين اللي معاهم بالسجن المؤبد. أنا كنت مستغربة إزاي قدر يبقى ثابت كده. فضلت متابعاه لغاية ما بدأ حياة جديدة، وأول طفلة ربنا كرمه بيها سماها ليلى. ليلى على اسم مراته القديمة. ليلى، أختك الله يرحمها بنتي، كنت كل ما بشوف ليلى بتفكرني قد إيه باباك كان راجل عظيم. وبعد ما ماتت ليلى مفيش حاجة فكرتني بطاهر غير موقفك من القضية دي. لسه تايه